تستعد محافظة الجيزة لإضافة 400 ألف متر مكعب من المياه يوميا كمرحلة أولى اعتبارا من أكتوبر المقبل. وأكد دكتور خالد زكريا العدلي محافظ الجيزة أنه سيتم إضافة القدرات الجديدة من المياه بتشغيل محطة مياه أكتوبر الجديدة. ولفت العدلي إلى أن المحطة الجديدة تسهم في مواجهة الأزمات التي تعاني منها بعض مناطق المحافظة لا سيما في موسم الصيف. وأكد أنه سيتم تخصيص 100 ألف متر مكعب في اليوم لوسط الجيزة لحل أزمة انقطاع المياه. وقال إن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 600 مليون جنيه وتنفذها وزارة الإسكان.